تصدمهم بهذا الخبر. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعل تيك توكر ميكس بمجموعة من الاستوريات بعد عودته للأردن، صرح من خلالها إنه هو اليوم راح يفتح لايف. إذا روحت متأخر وفتحت لايف متأخر عادي، بمزحش. إذا فتحت إذا روحت متأخر، يعني إذا وصلت مثلا على 12 ونص فتحت متأخر، أمور طيبة بترضو؟ أكيد راح ترضو، اليوم خميس فيش وراك وشي. كمان دوحة تفاعلت بستوريات على السناب شات، صرحت من خلالها دوحة إنه هي بكرة مسافرة لتونس، بعدها راح تسافر للإمارات. إنه صبعي هذا الأظفر تشيل، صبعي هذا الأظفر تشيل، هاي بعد قولوا لي وين أظافرك. بكرة طيارتي لتونس، راح أظل يمكن أسبوعين في تونس، أسوي عندي أوراق وبعدين إلى الإمارات الحبيبة.